رح يكون بدنا لسلطة الفتة بالخضار رأس باذنجان كبير مقطع ومقلي، 2 من البطاطا من حبات البطاطا الكبيرة مقطعة إلى مكعبات وأيضا مقلية. رح يكون بدنا رغيف خبز عربي مقطع وإلى مكعبات وأيضا مقلي، كل هياتهم أشياء مقالي. نقدر نستخدم الإير فراير، تمام. رح يكون بدنا خسة مفرومة فرم ناعم، رح يكون بدنا بصل مقطعة لا جوانح، ممكن نستخدم بصل عادي ممكن نستخدم بصل أحمر، رح يكون بدنا سماق وكوب من الذرة، رح يكون بدنا كوب حمص مسلوق، وأيضا رح يكون بدنا اللبن. ما حطينا اللبن بلا، في باقي اللي هو الصوص تاعها، الصوص تاع سلطة الفتة بالخضار. رح يكون بدنا اللبن وأيضا المايونيز والبارميزان هون مع الثوم، تمام. هاي الصلصة، الصوص تاع السلطة. أوكي، نجيب شوكة ونجيب صحن، يمكن بضبط هذا الصحن لأنه صحن كبير، وراح ننزل فيه المايونيز. دائما انا بضلني احكي لكم بحب اني اخلط المايونيز مع اللبن عشان ما احس انه انا خلطتي او الصوص تاعي كثير ثقيل، خصوصا انه انا من جماعه انه السلطه تكون خفيفه وممكن استخدمها كوجبه كامله، تمام. راح اجيب المايونيز، اوكي، ونحط المايونيز مع اللبن. وبعدين راح احط عليه السماق، هيك لازم كل حبايه ناخذها، كل حبه فيها بركه. ريهام يغمور بتقول لك يسعد صباحك يا احلى شيف، وايضا منورين انت والاخصائيه دعاء احلى ثنائي، وبتقول الحلقه اليوم بتجنن، يعني كثير مبسوطين يا ريهام انها نالت اعجابك. يسعد صباحك. وام رعد الرواشف بتصبح علينا، وعصام الزيود بقول صباح الخير على الاكل الصحي والمفيد، وابو علي دشبيطي والله المفيد شوي الاكل اليوم بالعكس، وابو علي دشبيطي من حكمه اربد عروس الشمال بيقولنا يسعد صباحكم بكل الخير، وايضا بيدعي لنا انه رب العالمين يكفينا شر ما يضرنا ان شاء الله احنا وياكم ان شاء الله يا رب جميعا. طيب انا هيك حطيت الثوم والسماق والفلفل والمايونيز كلياتهم مع بعض، تمام. وراح احرك، بس قبل ما اكمل التحريك بدي انزل كمان ملح، شويه ملح من الكسيح، تمام. الملح الشاطر، الملح الشاطر منيح. والله بملح هلا. لا، في حركتين عملتيهم بهذا الصوص بفوزوا. ايش الحركه الاولى؟ لما حطيتي لبن مع المايونيز، فاحنا نستخدم كميه مايونيز اقل بهي الطريقه، غير انه يمكن الخلطه او الوصفه بدها هيك اكثر. والشغله الثانيه انه استخدم السماق مع هاي الوصفه، وهي بتخلينا نستخدم كميه ملح كثير اقل بهذا النوع من انواع الوصفات، فكثير حلوه هدول الفكرتين. انا كثير بحب اخفف، هاي اهم شغله بالنسبه لي لما يكون في صوص لسلطه، اذا في طريقه اخففه على السريع بستغلها، ما يكون كثير ثقيل ومزعج، لانه السلطه شيء خفيف. بالضبط، تحس هيك بدك اياها تكون خفيفه. بعدين لونه كثير طلع حلو مع السماق، صح. هذا السماق، سماق بلدي من المؤسسه الاستهلاكيه العسكريه. طبعا كلكم يا جماعه، والريحه اللي هيك بتطلع من طرف الطنجره هاي، شايفينه البخار معي، هي ثاني، هي شو اسمه المحل التنفيس، حكيت لكم اياه مره الماضيه. طبيعي قد ايه الريحه مميزه، الا او انه انا بحب زياده ريحه البصل والثوم مع بعض. وانا كمان، انا زيك بضم صوتي لصوتك. تمام، شوف ايش رح نعمل. هاي السلطه تقدم على شكل كيكه، تمام، هيك طبقات، ما بتكون مخلطه وبتتخلط بعد، يعني اثناء مرحله الاكل. فايش بنعمل؟ بنجيب الخس وبنحطه تحت، تمام، على كل الصحن بهذا الشكل هيك. في هذا رح يفيض، نقلل منه شوي. اوكي، طبعا ما تفكروا احنا في اي شيء. هذيك اليوم سالوني سؤال، الاكل الباقي او الاكل اللي كنتوا بتعملوه ايش بتعملوا فيه؟ دائما بنكمل الطبيخ حتى بعد الهواء، والكل بياكل كل شيء. اول ما تخلص الفقره مباشره بكون عندنا فضول مليون انه ندوق كل شيء عملته ألا، ما تتخيلوا. السلطات لازم هيك نصور لهم كواليس نصير ألا. لازم.
وهيك رح نحط هلا شويه ذره. هي عباره عن طبقات، انا عم ببني كيكه تمام. اها بهذا الشكل مبدئيا. هاي السلطه يعني وجبه مع نفسها صح، لانه الذره وما بعرف هلا لا مستخدمه بطاطا، كانه البطاطا مقلية. آه نقدر نقليها على الاير فراير. فإحنا عندنا كربوهيدرات صار بالوصفة، واللبن مصدر بروتين كثير ممتاز حتى بروتين حيواني. وكمان هي معنا هون إيش، حمص. حمص كمان، الحمص من البروتين النباتي. كمان في شغلة بالبروتين النباتي، إنه إحنا نحاول نخلط أكثر من نوع من أنواع البروتين النباتي مع بعض، مشان نقدر أو نخلي جسمنا يقدر يمتص كامل الأحماض الأمينية الأساسية الموجودة بهاي الوصفة. تعرفي ايش عم بفكر؟ نطلع فاصل ونكمل بعد الفاصل التزيين والتزويق، لانه رح ياخذ منا شويه وقت. قبل الفاصل عملنا فتت الخضار وحكيت لكم ايش هي المكونات تاعتها، عشان هي بدها هيك وقت تزويق وهيك تكون هيك حلوه ومرتبه، قلنا بنطلع فاصل وبنرجع. فنعمل هيك مراجعه سريعه للاشياء اللي عملناها. طبعا اللوبيا اللي طبخناها قبل الفاصل هيها على النار عم نشهي فيها دعاء، حطيناها قريب عليها عشان بس تشم البخار اللي عندي هيك يعني. بخار يتصاعد عليكي. وعملنا الطبق الاول اللي هي الطبقه الاولى، حطينا فيها الخس المفروم، بعدين حطينا الذره وحطينا الحمص، وبعدين حطينا الفلفل الاحمر او الفليفله الحمراء المبشوره. بعدين شو رح نعمل؟ رح ناخذ شوي من الصوص. دعاء احكي لي قديش اكثر شيء متحمستي، ايش اكثر شيء متحمستي له من الاشياء اللي اليوم والله اللي سألتك عنها بالفاصل اللي لسه هلا بدنا نبلش فيها. يلا هلا بنعملها. يعني هي ايش كثير سهل كثير سهل. هيك كمان كثير كويس، يعني لما عرفت من ايش مصنوع فكثير ممتاز لفئات معينه بالمجتمع واشخاص معينين عندهم كم مشاكل صحيه. فهلا الوصفه القادمه خطيره. بس كثير حبيت كمان هذا الصوص اللي عملته ألاء. هذا صوص خفيف لطيف. هذا صوص اللي بجع باله يعمل صوص، لأنه كثير سهل سريع. بالضبط تمام. هيك رح نضلنا نبني بالطبقات، بس في واحدة من الطبقات بدنا إياها إيش رح نعمل فيها؟ اختياري، بس أنا بحب أعمل هذا الإشي للبصل الأحمر تحديدا لأنه حدقته قوية. فإيش رح نعمل؟ رح ننزل البصل الأحمر ورح أحط عليه سماق، وبعدين رح أحط عليه شوية ليمون، وراح أحط عليه كمان شوية ملح من الكسيح. البصل لحاله يعني البصل لحاله طلع سلطة تمام. وبعدين بدي أفركه بإيدي بهذا الشكل، خليهم كلياتهم يجي عليهم من السماق تمام. وهيك بصير في عنا طبقة من طبقات الكيكة جاهزين. شوفوا ما أحلاها، لحالها ممكن تتاكل سلطة تمام. هلا شو رح نعمل؟ راح نحط هاي الطبقة كجمعي على الصحن، يلا هون بهذا الشكل. طبعا أنا كبرت كمان صحن عشان كلياتهم يكونوا جاهزين، عشان اليوم بعد الفاصل ما بدنا نعمل إشي، نجهز لبكرة. بكرة الوصفات كتير بتشهي تمام. وهون كمان من البصل، بعدين راح نحط طبقة تانية. طبعا أنا قاعدة بمزمز فيهم، أنتوا لما تكونوا مستعجلين في عندكم جمعة عادي حطهم فوق بعض زي ما بتيجي معاكم، مش مشكلة تمام. راح نحط هلا طبقة من الباذنجان، كل السلطة. طبعا زي ما حكيت لكم تقدروا انكم تقلوا الباذنجان يا اما قلي غزير، والبطاطا نفس الشيء، او بتقدروا بالاير فراير، او ممكن تحمصوهم بالفرن او على الشواية. اسكى شيء الباذنجان على الجريل او على الشواية. مش كثير انا من جماعة الاير فراير للباذنجان، بس الشواية تفي بالغرض تمام. بدي احكي لك شغله عن الباذنجان يا لا كثير مهمه ولكل حدا يعني بشوفنا. الباذنجان طريقه طبخه هي اللي بتساعدك اما تتخلص من الكوليسترول الموجود بجسمك او تزيد نسبه الكوليسترول الضار الموجود بالجسم. كيف؟ اذا الكوليسترول هلا الباذنجان بس نقليه بمقلاي فيها زيت رح يمتص كميه الزيت الموجوده بالمقلاي. فمثلا اذا انت قليته
هو شرب كمية زيت كبيرة رح ينقل هذا الزيت يعني مثل الإسفنجة سحبه من المقلاي ونقله لجسمك وبالتالي رفع لك الكوليسترول الضار. ولكن إذا أنت بتشوي أو بتتعامل معه بطريقة بدون ما يشرب زيت أنت رح تضلك محافظ على الخصائص الموجودة فيه أنه يضل زي الإسفنجة. صحيح. فلما يدخل على الجسم وكأنه رح يسحب الزيوت الضارة والكوليسترول الضار الموجود بالجسم مشان يطردها لخارج جسمك. فأنت كيف تتعامل مع الباذنجان؟ أنت بتساعد جسمك يرفع الكوليسترول أو يقلل عفوا من الكوليسترول الضار. طب معناته أنا كتير بدي إياك تمسكي كفة تلبسي كفة وتشوفين الباذنجان إسفنجة ولا مش إسفنجة. والله بدي أشوف. يلا هاي امتحان فجائي. يعني بتعرفي ألا الباذنجان كتير إله فوائد ولكن الناس بتخلط بين طريقة طبخه والفوائد الموجودة فيه. طريقة الطبخ ممكن تحوله لصنف غذائي ضار أو تخليه بالعكس محتفظ بالخواص الموجودة فيه. رح أخذ حبة باذنجان كبيرة نوعا ما. هاي بطاطا هاي. أيوة أوكي. طيب شوفوا معي كيف من جوا لسه محتفظ الباذنجان بشكل الألياف الموجودة فيه. هون بنعرف إنه لازال زي الإسفنجة ورح يساعدنا لطرد الكوليسترول الضار الموجود داخل الجسم. الكاميرا ما عم تاخده، كنت حابة شوفوه من جوا. اسمعونا مش عم نتنفس. بالضبط. أوكي مش مشكلة. بدياكم تكونوا عارفين إنه إذا بنفتحه من الداخل ومنلاقي لسه فيه ألياف زي هيك فإحنا بنعرف إنه هو محتفظ بالخواص الموجودة فيه. شوفوا كيف لازال في ألياف، شايفين معي ألياف، مش دايب الحبة على الآخر وشارب زيت، لازالت ألياف الباذنجان موجودة. وهون لما بيدخل على الجسم بيمتص الزيوت الضارة الموجودة داخل الجسم والكوليسترول مشان يطردها داخل الجسم. ولكن إذا كان شارب كتير زيت هون لا، بالعكس لا. حبيت معلومة جدا رائعة والريحة جدا رائعة. لا الريحة بتشهي. تمام هيك الصوص. وآخر إشي راح نحط الخبز وتكون عنا هاي السلطة صارت جاهزة. تمام؟ مش سلطة، فتة يعني، عاملة حالها سلطة. والله هي فتة كتير طيبة وهيك بتخيل لو أنا لسه رح أحط عليها من هذا الصوص أكتر وأكتر. أكيد هلأ مشان هيك رح أحط الصوص بصحن عشان تسقسق. تمام هيك بنحط لها خبز، خبز مقلي ممكن تحمصوه إذا أنتم مو حابين تقلوه، ممكن بالإير فراير ممكن بالفرن، وممكن أي نوع خبز عندكم تستخدموه لهاي الوصفة.